يعني تكملة بس للي انتوا بتقولوه، في ناس كتير بتقولك انا بغضب علشان بفرغ يعني بتنفس من حالة نفسية سيئة عندي حصلت لي من فترة مثلا، يعني تفريغ. صحيح. يعني فكرة ان هي تفريغ طاقة سلبية مني، من جسمي، من احاسيسي، من مشاعري. هل بجد التعبير عن الغضب او الغضب رياكشن بتاع الغضب القوي ده ليه جوانب ايجابيه ولا له جوانب ايجابيه؟ بس ده بقى رجوع لنقطه التعبير. ما هو انا ممكن اعبر فكسر لهم البيت، اصل انا غضبان فاستحملوني. لا لا خالص، ما حدش له انه يستحملك وانت بتاذينا. ما حدش له انه يستحملك وهو وانت بتهنهم او بتقول لهم كلام بايخ او جارح. مش مفروض انهم يستحملوك ولا حاجه، بس انا بعبر عن مشاعري، بعبر عن اللي انا حاسه، مش عن افعالكم. فاهم قصدي؟ انا مش عايز اخد دور السلطه ليهم ان اعملوا كذا عشان ارتاح. لا، احنا اسفين جدا، انت حاسس بايه؟ اتعامل انت مع مشاعرك. ففكره التعبير مثلا ان انا كسر، ان انا لو كسرت حاجه هرتاح، لا ده شكل غير صحي. طب ما يمكن ده مضغوط. طبعا ممكن في حد نفسه. يمكن بالظبط كده، ممكن كمان حد حواليه بيضغطه بشكل ما. حلو قوي. يعني بيكتر من الوسيله دي، عمال يزود ويقول له كفايه ويزود. طب ما انا طبيعي برضه، انا بشر يعني، اكيد جدا جدا عظيم جدا. ما هي بقى الفكره كلها ان انا الكابت ده، لان ده هو مضغوط فهو كابت شويه بالزبط. فاحنا بنقول ان الكابت ده مش صحي، بس انا محتاج اتعامل مع الغضب لان هو طاقه. الطاقه دي لو ما خرجتش بره يا هتاذيني، يا هتاذي حد، يا هتاذيني انا شخصيا، يا هتعمل حاجه مش مظبوطه. بالظبط. فنتعامل مع الطاقه دي ازاي؟ ان اعمل لها اداره، مش ان اعمل لها كابت او ان انا اعمل لها تعبير مبالغ فيه. تخرج بس تخرج بشكل محترم ومهذب، علشان خاطر ما تبقاش ليها مردود يعني مش سلبي على. طب لو انت مش متقبل ده، يعني اقصد لو انا يعني مثلا في حاجه بتحصل وانا كفايه خلاص، وقلت لك وجهه نظري ووضحتها، وانت في استهتار من الناحيه دي، او في استهزاء بمشاعرك، او في استهزاء باللي انت بتقوله، وبيعيد نفس الكرة تاني، هنا المفروض اعمل ايه؟ طبعا، وده خصوصا في العلاقات الزوجية المستمرة. يعني هي الست مثلا تقول لجوزها حاجة مرة واثنين وثلاثة ويكررها طبعا، ومع الاهالي ومع الاب والام طبعا. يعني ده متكرر كتير في علاقاتنا الثابتة، ده موجود كتير. بس هو الفكرة كلها ان انا ارجع للنقطة الأساسية اللي هي الباوندريز، اللي هي الحدود. حدود علاقاتي مع اللي قدامي هي اللي بتحدد يعاملني ازاي، وانا اللي بحكم وبختار يعاملني ازاي.